على 2-4-9-0-0. نستقبل اتصالاتكم مستمعينا ورقمنا في الواتساب، نتلقى كذلك مشاركاتكم على 9-4-7-9-9-7-5. من ضمن المواضيع اللي كانت حاضرة في برنامج مع الشبيبة الموضوع اللي يخص توظيف الممرضين، وكان لنا حلقة خاصة في تاريخ 20 أكتوبر 2019 حول هذا الموضوع، وكان ضيوفنا في الاستديو الدكتور ماجد المقبالي مدير عام التمريض بوزارة الصحة، وسعادة علي بن خلفان القطيطي رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشورى. تم الحديث بشكل موسع عن هذا الموضوع من خلال طبعا وجود المعنيين بوزارة الصحة، ومن خلال كذلك مشاركات كثيرة تلقيناها عبر الاتصال من الخريجين من الجامعات والكليات الخاصة. الآن بعض الرسائل تردنا حول نفس الموضوع ومطالبة بطرح موضوعهم مرة أخرى. طبعا نؤكد من خلال الرسائل اللي وردتنا أن خريجي، نعم هذه رسالة من صاحب الرقم آخر شيء 4605، يقول السلام عليكم، لو سمحت المشكلة مع خريج الجامعات الخاصة وليس المعاهد، ركزوا على هذه النقطة. طبعا المعاهد هي تابعة لوزارة الصحة، هي من تشرف على المعاهد، ولكن الكليات والجامعات هذه أتوقع أنها من إشراف وزارة التعليم العالي، إلا إذا كانت بعض الكليات طبعا تشرف عليها وزارة الصحة كإشراف عام. ونعم نحن نفس الشيء نختبر قبل ما نتخرج من نفس المعاهد، والاختبار النجاح 50% ولكن الوزارة تطلب 60%، هذا أتوقع فيما يخص اختبار البروميتريك. نأخذ نحن طبعا بعض الخريجين ونشوف من تاريخ ذيك الحلقة اللي كانت في شهر أكتوبر إلى الآن ماذا استجد يعني في موضوعهم. كانت هناك بعض الوعود في إيجاد حلول سريعة وفي مشروع إحلال للممرضين الموجودين حاليا من الوافدين بعمانيين من الخريجين الجدد. نحن راح ناخذ اتصالين في نفس الوقت. ناخذ الاتصال الأول. مساء الخير. مساء النور. يا مرحبا وسهلا. أهلا الحمد لله، شحال حياك الله، من معنا؟ الله يحييك. أحضاض البادي. أحضاض البادي، يا مرحبا وسهلا فيك. خريجة أهلا. أي كلية أو جامعة؟ خريجة جامعة البريمي تخصص تمريض بكالوريوس. جامعة البريمي، طيب يا أحضاض خليك على الخط. طيب هم. ناخذ كذلك خط آخر. مساء الخير. سامي. يا مرحبا وسهلا. من معنا؟ معك زين السعدي. زين السعدي خريجة أي كلية أو جامعة؟ جامعة البريمي. جامعة البريمي، نعم. طيب أحضاض أنت تسمعين الآن بعد؟ أيوة أسمعكم. طيب نسمع منك يا أحضاض، أنت خريجة يعني خريجة قبل أي سنة، خريجة أي دفعة؟ أنا خريجة 2017 والحين راح أبدأ في 3 سنوات للانتظار. نعم، مشوارك في البحث عن وظيفة وفي مسألة التقدم للاختبارات التي تشترطها وزارة الصحة كيف كان؟ الاشتراطات من وزارة الصحة هي واضحة. وأنا راح أتكلم عن البروميتريك. فقبل كانت الوزارة قبل دفعتنا كانت تطلب نسبة النجاح 50%. بعدها تم تحديث الاختبار وطلب نسبة النجاح 60%. وطبعا تكلمنا في الموضوع أن الطلاب قاموا يعيدوا الاختبار أكثر من مرة، والاختبار بروحه 70 ريال عماني لكل محاولة. طبعا الطلاب صرفوا وايد مبالغ، فانصدمنا أن الحين نزل إعلان طالبين فقط 200 طالب، نسبة النجاح 50. نعم. عند التسجيل عرفنا أن الأولوية راح تكون حق الأشخاص، طبعا ما كان من ضمن شروط الإعلان أن الأشخاص اللي جايبين أكثر في البروماتريك هم راح تكون فرصتهم أكبر. نعم. فانصدمنا في التسجيل أنهم يقولوا كل ما كانت درجتك أعلى كل ما كانت الفرصة حقك أكبر. السؤال أخ عبد الله. نعم. يعني اسمح لي في السؤال. تفضل. إذا خريج فوق 4 سنوات وخريج هالسنة، من راح يؤدي أفضل في الاختبار؟ يمكن خريج هذه السنة بحكم أنه هو بعد فريش يعني. أيوة. والمعلومات طبعاً عنده. طبعاً خريج هالسنة راح يكون مثل ما يقول بعد فريش. بس أنتوا أديتوا هذا الاختبار سبق؟
ولا هذا الاختبار لمدة وينتهي؟ أخ عبد الله، أنا أديت هالاختبار وحصلت النسبة في 50، لكن انتهت. ليش انتهت؟ لأن وزارة الصحة ما نزلت لنا إعلان. كم مدتها؟ مدة الاختبار سنة فقط. وبعد السنة خلاص لازم تختبر مرة ثانية. يوم واحد ما يسمحوك، حتى لو يوم واحد ما يسمحوك فيه. نعم، نسمع بعد من زينة. زينة، أنت خريجة أي دفعة؟ أنا خريجة 2015-2016. يعني أنت بعدك أقدم عن أحضان. أيوة. كيف كان مشوارك في مسألة البحث عن وظيفة ومسألة التسجيل في الاختبارات والوظائف والإعلانات اللي تصدرها وزارة الصحة؟ طبعا كان هم اول دفعه اللي هو نزلوا لهم عشان الامتحان بروماتشك. زين، كان الامتحان اول في البدايه كان فقط من الوزاره، امتحان عادي، واغلب الطلبه اللي قدموا عليه هم يتم توظيفهم. نعم. بس كانت دفعتنا طلبوا منا بروماتشك. الخلفيه مش معنا عنه. ايش المطلوب؟ ايش كيف التسجيل؟ يعني عده اسئله نفس الوقت لكن بدون جواب. رحنا وقدمنا على الامتحان، طبعا ما حالفنا الحظ من اول مره، وعلى كثره الاعداد كان الوقت شويه، يعني كان الوقت يعني وايد ضيق علينا. على كثره الاعداد ما كنا نحصل، يعني يمكن الشخص حصل فرصه ثانيه يعيد الامتحان وخلاص. نعم. زين، فكان الطلاب اللي الله وفقهم، طبعا هم قدموا على الوظائف وجلسوا السنه هنا وتوظفوا لشهر 6/2018. طبعا احنا حالفنا الحظ، لان قلت لك من اول بدايه احنا ما كان معنا خلفيه، فدشينا على الامتحان وما حصلناه. لكن احنا ما يأسنا، بديت اقدم مره ثانيه. قدمت والحمد لله الله وفقني وحصلت على النسبه. يعني اكتزتي الاختبار، اختبار البروميتريك. ايوه. نعم. انزين، بعدين قدمت في على مستشفى كان جامعة السلطان نزل وظيفة. فقدمت عليها قدمت يعني معهم مرتين، يعني متم رفضي، لأنه يعني هم الطريقة طبعا غير مباشرة. الأفضل والأولوية لطلبة جامعة السلطان كان. نعم، الأفضل والأولوية من ناحية نتيجتهم في الاختبار ولا الدرجات يعني الأعلى؟ القبول. لا، من ناحية القبول، يعني قبولهم في التوظيف من جامعة، من يعني مستشفى الجامعة. نعم. من يعني خريجين جامعة السلطان. نعم، واضح. زين، يعني تم رفضي مرتين. طبعا كان الأمل أنه تنزل وظائف من الوزارة، يعني على شهر 2 كنا متعودين، يعني شهر 2 كان ينزل وظائف يعني حسب المتعارف عليه. نعم. لكن شهر 2 عدى وما نزل وظائف، ما نزل وظائف. انتهت يعني شهادتي واضطرت مرة ثانية أعيد، وحصلت بعدني على النسبة، والحين يعني انصدمنا انه يقولوا يعني اللي محصلين على نسبة اقل، يعني النسبة كل ما زادت نسبتك في البروماتريك راح تكون فرصتك اكبر. يعني انت تتفقي مع احضاض في مسألة ان الناس اللي كانوا خريجين قبل بتكون يعني فرصهم اقل في انهم هم يحصلوا على درجة عالية في الاختبار، صح؟ ترى كل مكان يعني معك معلوماتك ويعني خلاص انت فريش توك متخرج، اكيد تكون معلومات بعدهم، يعني باقي اما انت مر عليك 4 سنوات وانت قاعد في بيت، يعني صعب طبعا تتذكر، يعني ما نفس اللي هم متخرجين هذه السنه. نعم. زين، بس بعد اقول لك نقطه. تفضلي. ففي الاعلان طلبوا 200 شخص وفي مستشفيات يعني محدده. زين، عندك فكره عن عددكم كامل؟ 200 كان لا، احنا عددنا كامل اللي هم الباحثين هي فوق 500. صراحه انا ما عندي هذه. نعم. يعني هذه الاعداد احنا يعني نتمناها، ويعني نتمنى ان نشوفها وتكون يعني مؤكده انهم يعني حصل مطلوب من وزاره الصحه يكون معهم هذا العدد. نعم نعم. طيب، احضاض. نعم. سبق لك تدربت في شيء من المؤسسات الصحيه الحكوميه كتدريب؟ كتدريب طبعا نحن بعد التخرج اعطونا تدريب 6 اشهر باحدى المستشفيات. طبعا دربت في مستشفى صحار، والحمد لله كان اعتماد شبه كلي علينا نحن الطلاب، مع ان كنا انتان بس كان اعتماد شبه كلي، لان المستشفى اصلا عندهم نقص، هم محتاجين الكادر العماني. ونحن بالروح الشبابيه الحمد لله يعني كنا اشخاص نعتمد عليهم.
نعم. وليس أن أشخاص ما عندهم كفاءة وما عندهم تدريب بس ما انتاحت لنا الفرصة. حبيت أقول أن البروماترك ليس مقياس، لأن في أشخاص مثلا عندهم ميزانية أكثر يقدروا يعيدوا الاختبار أكثر من مرة. نعم، لكن أحظاظ يقولوا هذا الاختبار عالمي، يعني ما فقط في عمان مطبق. هو عالمي أنا أتفق معك، عالمي، يعني هو يعتمد كمقياس أحيانا. أوكي، هم يأخذون مقياس، الحمد لله أنا درجتي زينة في البروماترك، ما ناقشك عشان هالموضوع أن أنا ما يبي درجة زينة. نعم. ولكن في طلاب مساكين يعني ما حالفهم الحظ لدرجة أنهم بس يعني باس خلاص، يعني هو نجح، ولكن في طلاب يعيبين أكبر منه لأنهم قدروا يعيدوا الاختبار أكثر من مرة لأنه عندهم ميزانية. في أشخاص ما يقدروا يعيدوا الاختبار أكثر من مرة، بنحط هالشيء في البال. يعني دول ثانية لمجرد أنك أنت نجحت في الاختبار خلاص أنت معناته مؤهل لهذه الوظيفة. نعم. فالبروماترك لا يعتبر مقياس، وإحنا مو مشكلة أنه حصل أكثر، المشكلة أن المفروض الوزارة تتحمل مسؤوليتها وليس الخريجين. لأن الوزارة هي اللي سوت تايب تكتيس للخريجين لسنوات، الحين سنتين ما في إعلان. الخريجين ما لهم ذنب، لمجرد أنهم نجحوا في البروماترك واستوفوا للشروط اللي طلبتها أو حطتها الوزارة، فالوزارة هي مسؤولة عن توظيفهم. نحن نناشد وزارة الصحة أنها تقبل جميع الطلاب ممن استوفوا يعني للشروط اللي هي حطتها. وأنا ما أنسى كلامك أخ عبدالله السعيدي في الحلقة السابقة اللي ناقشنا موضوعنا 20 أكتوبر، أن كلامك للدكتور ماجد أنت تقول له هذيل اللي بيطلع من الجامعات الخاصة إذا ما تم الإحلال مشكلتهم راح تكبر وتتفاخم، وهذا اللي قاعد يصير فيه. بالضبط، لأن الأعداد تزيد. عندك أنت فكرة عن العدد أحضاض، عدد الخريجين اللي ينتظر التوظيف؟ والله يا أخ عبدالله عددنا كبير. أنا قلت لك سنتين ما في إعلان، جامعتنا وجامعة نزوة بالإضافة إلى خريجين جامعة سلطان في دفعتين، بالإضافة إلى في خريجين في دول شقيقة مثل الكويت والأردن أيضا راح ينافسون على هالمئتين وظيفة. نعم. أنا أخ عبدالله ما عندي مشكلة أنتظر إذا كان الأولوية حق الأشخاص اللي قضوا سنين أكثر في البيت. يعني أنتوا طالبوا بالتوظيف بالأقدمية وليس بالدرجة الأعلى، صح؟ للجميع ممن استوفوا. لكن يمكن عندها وزارة الصحة خطة في مسألة أنها يكون على دفعات، يعني مثلا هذه الدفعة الآن 200. والله نحن ننتظر هالخطة، هذه الخطة ننتظرها سنتين، معقولة؟ يعني بعد سنتين تم الإعلان عن هذه 200، يعني بعد سنتين 200؟ هل يعقل؟ أنت دخلت أكيد مستشفيات حكومية وشفت كيف العمالة الوافدة موجودة بالكثرة، وهالسنة تم استجلاب عمالة وافدة أيضا. طبعاً العذر أنهم من أصحاب الاختصاص، إذن ليش ما يدربونا ويأهلونا على أساس أن يكون أصحاب اختصاص؟ نحن ما عندنا مشكلة، حتى راح نتدرب بدون راتب ما عندنا مشكلة، بس نعم. يكون حقنا موجود، مكاننا موجود. وأستسمح لك لو باخذ من وقتك كلمة أخيرة، بس نحن ناشدنا وزارة الصحة يعني بما فيه الكفاية، لكن نحن هالمرة ناشد أبان الحاني صاحب الجلالة أنه يتدخل ويشوف لنا حل لهاي المشكلة، وإن شاء الله يتوظف الجميع ممن استوفوا للشروط. أنا ما أقول هم يوظفوا الطلاب اللي ما استوفوا للشروط، لا، أنا أقول هم بعد هالشروط اللي حطتها وزارة الصحة نحن سوينا المستحيل عشان نحصل البروماترك، صرفنا وايد على البروماترك. نعم. 70 ريال كل محاولة. لكن ما تعتقد أحضاض أنك شوية مثل ما تقولي يعني تستبقي الأحداث؟ يمكن أنت تنافسي على هذا الاختبار وتجتازي يعني وتكوني من ال 200 ولا؟ أنا ما طلعت أتكلم عن أنا. أنت تمثلي أنا الحمد لله. نعم. يعني درجتي مقبولة. ممتاز. في المقابلة يعني تقريبا شبه ضامنة نفسي، بس أنا أتكلم في أشخاص أنت ما تعرف حال الناس كيف. نعم. يعني في أشخاص 70 ريال ما يقدر يوفرها على أساس أنه يقدم حق اختبار. نعم. طيب زينة، أنت دربتي في شيء من المستشفيات صحيح؟ كان تدريبها في مستشفى السلطاني. نعم. ونفس الشيء 6 أشهر؟ هذا بعد التخرج أنت تقصدي صح؟ بعد التخرج. طيب من تخرجتي، من خلصتي هذه المدة في التدريب لين اليوم يعني حوالي 4 سنوات، ما يعني اشتغلتي مكان، مارستي هذه المهنة، دخلتي كورسات تدريبية، شيء ما في؟ يعني مثل ما ذكرت يعني دخلت في أشياء ثانية. يعني ما شركة تدريب في المستشفى، لا، يعني مثل دورات وكذي. نعم، بس ما متعلق في صميم تخصصك. لا، يعني في تخصص مثلا دار في الإسعافات الأولية كذا. نعم نعم.
طيب زينة أنت إيش الآن رسالتك اللي ممكن توجهيها لوزارة الصحة أو لكل من يسمع صوتكم الآن؟ طبعا أول بداية أنا بناقش اللي هي 200 وظيفة اللي قبل فترة نزل إعلان لأنهم العمالة الوافدة 400 وظيفة كانت مطلوبة. نعم. إنزين فردت كان احتجاج وايد كان في التويتر، فرد من الوزارة كان إحنا راح نوظف، صراحة أنا ما أذكر كم العدد، كان 300 هو شيء كذي. نعم. من الطلاب. لكن العدد اللي كانت تذكره وزارة الصحة هم من خريجين المعاهد اللي هم ثانوية أصلاً مفروض توظفهم، يعني يعني مثل ما تقول مجبورة توظفهم لأن يعني هذا طلابها، هم هي المشرفة عليهم. نعم. لكن هم ما يختبروا نفس الشيء؟ لا هم ما يختبروا بدون اختبار هم. نعم طيب. إنزين فهم اللي يعني الكلمة اللي هم وجهت وزارة الصحة أني أنا راح نوظف هذا العدد من يعني من المواطنين، هذا مختص بطلبة المعاهد، يعني إحنا كليات وجامعات خاصة ما ندخل في هذا العدد. إنزين فالشيء اللي أبوجهه يا وزارة الصحة، هل نحن يعني مخرجاتنا أنت ما تعترفوا بها عشانكم أنتوا بس فقط تركيزكم على طلبة المعاهد؟ هذا يعني وجهوا رسالة لوزارة التعليم العالي وناقشوا فيها الموضوع، إذا كانت يعني المخرجات إحنا يعني لكم أنتوا ما تناسبكم أو ما تناسب يعني ما تخصصنا إحنا بعد يعني ما هو ذاك الكفاءة اللي يعني هم طالبينها. هذا يناقشوا وزارة التعليم العالي ويشوفوا لنا حل، لكن يخلونا 4 سنوات قاعدين في البيت لا هذا صعب. وكل ما تزيد المدة الواحد ينسى الأشياء اللي تعلمها وينسى الأشياء يعني اللي مارسها في التدريب وغيره. يعني حين في المقابل مثلا أنا أقول لها خلاص كمرت 4 سنوات علي، يعني أنا ما ذكرت، تقول لي أنا أذكر كل شيء، يعني كانت أحد المقابلات تقول لي أنا أذكر كل شيء، أنت عشتي في بيئة مستشفى أكيد بتذكر كل شيء، مستحيل يمر عليك يعني الشيء من ذي لأنه خلاص شيء روتيني صار. نعم. أنا لا، أنا قاعدة في بيت ويتمر علي حياة طبيعية في كل يعني في كل بيت. نعم. فأكيد أبغى أتذكر اللي هي بتقوله. طيب. الشيء الآخر طلبة التعليم طلبة المعاهد اللي وظفت اللي راح توظفهم الحين وزارة الصحة، تخيل يا أخ عبد الله إنهم من مواليد 95، إحنا مواليد 91 قاعدة في بيت. نعم. يعني هم ينتظروا العمر مستحيل يوقف. وصلتوا هذا الاقتراح لوزارة الصحة إن المفروض إنهم هم يأخذوا بالأقدمية في رد ياكم وزارة الصحة لتفسير؟ قالت كنت أنا نار وحده يعني مكلم متواصل مع واحد قال إحنا معنا استراتيجية إن راح نخلي يعني من الأقدمية راح يبدو. طيب. لكن ما شفنا شيء من الأقدمية، لا تعاملوا مع الأقدمية لا تعاملوا مع اللي هم الحين. كان مجرد كلام يعني مشكلة. كان مجرد كلام. مجرد كلام. نعم. هم يقول الحين يعني بس بالإحلال كل ما صارت يعني هم الحين بالإحلال 200 وظيفة فقط، يعني من 2016 نازل الإعلان واليوم حن في 2019 وحصلوا على 200 وظيفة فقط. يعني العدد قليل جدا مقارنة بفترة الانتظار. قليل مقابل اللي هم متخرجين، يعني نعم. اللي متخرجين يمكن الحين يوصل 500 600. نعم والعدد بيزيد أكيد. والعدد اللي مطلوب 200، يعني هذا الشيء صعب ومطلوب. طيب. في أماكن يعني معينة مثلا في مسقط، إحنا من الشرقية أحد من يعني من أماكن مختلفة من ولايات مختلفة، وين بيقدموا على اللي هم في مسقط؟ مسقط 40 شاغر فقط بالسلطاني، يتقدم كم شخص يتقدم لدي الشاغر؟ نعم. طيب يا زينة نحن بناخذ بعد زميلاتكم من كليات وجامعات أخرى بنفس التخصص حتى نستمع منهم، وما أعرف جاسم نحن المفروض حد يكون عندنا من وزارة الصحة تواصلنا معهم، ولكن اعتذروا. نعم أكيد راح يعتذروا. نعم لا يعني بعد عشان ننصفهم، هم المرة الماضية كانوا موجودين معنا في الاستوديو من خلال وجود مدير عام التمريض بوزارة الصحة. موجودين بس مشكلتهم يعني نعم أكيد هم عنصر مهم في هذا الموضوع، والحلول بإيدهم يعني في عدد كبير من الوافدين يشتغلوا في هذه المهنة، والموضوع كله موضوع إحلال. يعني نحن يعني آخر مرة كنا نتكلم عن 60-40، عن 60% عمانيين و 40% موجودين لازالوا من الوافدين في التمريض. تفضل يا أحضر بشكل سريع. أخ عبد الله، يعني نحن الحين ك
كل مخاوفنا ان هال 200 وظيفة مثلا زينة وربايعها الاربع سنوات الحين ما يحصلوا فرصة من هال 200 وظيفة وما يتوظفوا. هاي اذا كل سنتين يسووا احلال حق 200 نحن متى جايين نخلص؟ بس هاي الشيء اللي بقوله. نعم سؤال وجيه جدا اكيد احظاظ البادي. شكرا جزيلا لك وخليكم خليكم متابعينا. زميلاتكم من كليات وكذلك جامعات اخرى بيطرحوا نفس الموضوع. وزينة السعدي أكيد. شكرا لك زينة. مشكور. يعطيك العافية. شكرا شكرا. هذه رسالة تقول نتمنى أن يكون هناك مناقشة لموضوع الممرضين العمانيين وموضوع إحلالهم بدل الوافدين، لأن هناك ممرضين من 3 سنوات لا وأبشرك بعد فيه من 4 سنوات قبل شوية كانت معنا زينة السعدي 4 سنوات كملت في الانتظار. وياسين في البيوت مع العلم أن القطاع الصحي به العديد من الوافدين لماذا لا يتم الإحلال؟ صاحب الرقم 7899 هو في مشروع للإحلال ولكن بعض الخريجين يشوفوا أنه يعني بطيء. نتكلم عن 200 وظيفة أو 200 فرصة أو 200 شاغر خلال سنتين. هناك العديد من الحجج والعقبات تضعها أمامنا وزارة الصحة، منها توظيف جميع المستوفين للشروط. أتمنى النظر في موضوعنا والإحلال في هذه الوظائف لأن العماني أولى من الوافد. يعني نحن دائما نحاول أن نفرض مساحة لشبابنا وكذلك للخريجين والخريجات اللي يواجهوا مشكلة في التوظيف. لو أن موضوع يعني وزارة الصحة نحن دائما نشوف عليه شوية أن الفرص هي أكبر بحكم وجود الوافدين بنسب جيدة في هذا التخصص التمريض، وموضوع الإحلال يساهم بشكل أكبر. يعني أحيانا هم ما محتاجين توفير فرص وظيفية جديدة، هم يطبقوا هذا المشروع مشروع الإحلال ومن خلاله بإمكانهم يوظفوا عدد أكبر. يمر الوقت والعمر ونحن في أمل وتأمل بأن يكون لنا نصيب من الوظائف، ولكن حينها تتدمر يتزايد عدد الوافدين، وحينما نتدمر يتزايد عدد الوافدين ليحلوا في الوظائف والتي نحن أحق بها. هذه طبعا مجموعة من الرسائل اللي تردنا. أنا أتمنى أن اللي يرسل رسالة يحط اسمه حتى نتمكن من قراءة رسالته. في خطوط جاهزنا. مساء الخير. مساء الخير. مرحبا. مساء الخير. مساء النور صور. يا مرحبا وسهلا. أهلا. من معنا؟ سهلا ياسم ماشري. يا مرحبا وسهلا شهلة. خريجة وين؟ خريجة جامعة نزوة كلية صيدلة التمريض تخصص تمريض. جامعة نزوة صيدلة؟ لا تمريض. تمريض نعم. أيوه. طيب نشوف إذا الخط الثاني بعد جاهز. مساء الخير. مساء النور. حيا الله أستاذ عبد الله. يا مرحبا وسهلا فيك. أهلا فيك يا أستاذ، كيف الحال؟ حياك الله. من معنا؟ معك عهد سالم الفلقي. عهد سالم الفلقي. نعم خريج من جامعة البريمي. جامعة البريم. نعم. إذن معنا شهلاء ومعنا عهد الفلقي راح يتكلموا طبعا عن مشوارهم في البحث عن وظيفة تمكنهم من أداء يعني عملهم بعد تخرجهم من هذا التخصص. شهلاء أنت خريجة أي دفعة؟ خريجة دفعة 2015. يعني أربع سنوات نقدر نقول في الانتظار كذاك. وأنت يا عهد؟ خرج من سنة 2017. طيب نبدأ مع شهلاء. شهلاء يجري الحديث بشكل كبير عن وجود 200 شاغر من يعني سيتم التنافس عليهم. من يعني من فهمي للأخوات قبل شوية إن عن طريق التنافس يعني أصحاب الدرجة الأعلى هم من سيقع عليهم الاختيار. صحيح. نعم. هل 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 تزعجك هذه الطريقة؟ طريقة اختيار الدرجات الأعلى؟ أكيد. ليش؟ يعني بصراحة إحنا خريجين 2015، يعني أول شيء كان عائق البرومترك، فلما اكتزنا البرومترك الحين كان عائق اللي هو هذا العدد اللي هم طالبينه. وثانيا إحنا يعني
بيكونوا الحين متخرجين فرش أكثر من إحنا معلوماتهم. يعني مستحيل 2015 واللي الحين متخرجين 2018 أو اللي مقدمين على التخرج يكون نفس المعلومات. نعم. فالمقابلة أكيد بياخذوا اللي هم فرش معلوماتهم، لأن أصلاً التمريض يحتاج حل ممارسة ومزاولة مهنة. نعم. فنحن ما حصلنا يعني أماكن نقدر نروح مباشر فيها عملنا، أو إن مثلاً نسترجع معلوماتنا. الحين كل مثلاً العيادات الخارجية أو الخاصة والمستشفيات لازم مزاولة مهنة، ونحن من وين نجيبها؟ يعني لازم من وزارة الصحة. يعني أنت من 2015 إلى الآن ما أيوة. يعني ما مارستي هذه المهنة ولا تم مثلا توفير بعض البرامج لك على سبيل المثال من وزارة الصحة أو من أي جهة؟ لا أبدا، أنا صراحة رحت وطالبت بانتداب، قالوا للحين وزارة الصحة اللي هي مانعة هذا اللي هو انتداب في المستشفيات. قلت لهم طيب نحن تمريض، يعني إذا ما مارسنا اللي هو مهنتنا طبعا بنفقد أشياء كثيرة. نعم. قالوا نحن خلاص ما بيدنا، يعني انزين والإحلال من متى؟ يعني المفروض على الأقل لما شافوا ازداد العدد يسوي إحلال بسرعة، يعني هذا اللي مثلا بيخلصوا خلاص ما يجددوا لهم. فما شفايد يعني كم مرة راجعناهم وخبرناهم ما حد يسمعنا للأسف. يعني قصدك شهلاء إن الحل أنت تشوفي أكثر في مسألة الأقدمية؟ طبعا. نعم. وانت يعني نعم نسمع بعد من عهد، لأن عهد خريج 2017 يمكن ما يوافقك الرأي في هذا الموضوع، ولا وش تقول؟ مع لا إن شاء الله بالفعل يستحق أن تكون الأولوية للهم خريجين من السنوات الأربع سنوات على الأقل، لو نعم. ربما يعني معاناتهم بتكون أكبر ما هي فيهم خريجين سنتين أو ثلاث سنوات. نعم. لكن لا، المعاناة واحدة موجودة، المعاناة موجودة يعني نفسها، ولكن هناك مسألة يحتاج أن تكون في مسألة مساواة من البداية. من بداية ما يتخرجوا الطلبة يكون في خطة استراتيجية، يكون أبدا لرب، يعني خاصة في تخصصات الطبية بشكل عام إلها خصوصيتها هذه التخصصات أكيد. نعم إلها أصلا من لا يعني لا أخطئ هم، لكن لربما يكون من يفضل يعني أن يكون التوظيف دايركت يكون طوالي من بعد التخرج، لأن هذه المهنة إذا ما مارستها إذا ما عايشتها راح تنسى فيها كثير أشياء، لربما تضر نفسك وتضر المجتمع بشكل عام. نعم. طيب زين، ولا أفضل أن بالفعل الأولوية هي لخريجين السنوات اللي هم مثل الأخت شهلاء من أربع سنوات، يفضل أنها تكون من الأوائل يعني المتوظفين بداية. نعم. ومن ثم يعني نعمل استراتيجية أو جدول معين من الوزارة يفضل فيها أن تسريع أو خطة تسريع للتوظيف لكافة الخريجين بشكل عام، سواء من أربع سنوات أو ثلاث سنوات أو سنتين. هذه المسألة مش مسألة يعني وقت، مسألة تسريع في التوظيف. نعم. مثل ما خبرتك لأنها مثلا حساسة مثل ما يقال. نعم. إذا يبدو أن هناك في اتفاق على مسألة الأقدمية، الأولوية للأقدمية. نعم. شهلاء أنتم من خلال مراجعاتكم وتواصلكم مع الأخوة في وزارة الصحة ما قدرت توصلوا من عندهم إذا كانت هناك في دفعات قريبة غير هذا الميتين، يعني ممكن وجود دفعات متتالية يخفف من حدة هذا المشكلة؟ هو نحن من تخرجنا 2015 لازال يعني في خريجين بعدنا. نعم. يعني نتخرج نحن كل سنة تمريض، فهم دامنا شافوا العدد كبير والناس متخرجة من سنوات، ليش ما قطعوا اللي هو مثلا انهم الناس ما يدرسوا علشان ما يجلسوا كذلك في البيوت؟ الحين الواضح من خلال طبعا الحلقة اللي خصصناها نحن في شهر اكتوبر الماضي انه في احتياج لتخصص التمريض بحكم وجود 40% من الوافدين اصلا في هذا التخصص. بس احنا لما نروح وزارة الصحة نكلمهم لازم نشوف يعني وافدين جايين مقدمين اوراقهم. نعم. يمكن يعني انتوا ادرى بتخصص التمريض، يمكن هناك في بعض في التخصصات دقيقة للتمريض ما متوفرة عندنا او شيء من هالقبيل. انا ما اعرف صراحة، انا كنت اتمنى ان نسمع من وزارة الصحة، لكن هم اليوم شافوا ان الوقت ما مناسب لهم. لا بالعكس، يعني العمانيين ما شاء الله قادرين، يعني الوافد ما في شيء انه يكون كفاءة اكثر من العمانيين، بالعكس نحن قادرين نكون مثلهم احسن منهم اساسا. نعم. يعني الايدي العمانية ما شاء الله في كل الاعمال قادرة انها تنقذ يعني اشياء اكثر من كذاك. فاحنا التمريض اذا رحنا وزاولنا المهنة الحمد لله، يعني هذا نحن درسنا تخصص بحبنا وشغفنا إلها. نعم. يعني ما رحنا درسناها عشان قبرنا أنفسنا ولا شيء، بالعكس فقادرين أن نحن نسوي أشياء كثيرة بالتمريض. أنت قدست اختبار البروميتريك؟ نعم، أنا كل مرة البروميتريك أمتحن فيه أجتازة، بس كانت وزارة الصحة طالبة اللي هي 60 وفوق. فنحن أول شيء كلمناهم عن البروميتريك فقالوا إنه
يعني لازم 60. فقلنا لهم ليش؟ يعني البروميترك أصلا هو مالي الدبلوم، أنا خريج الدبلوم. نعم. فكان البكالوريوس أعلى. فلما كلمناهم عن السالفة وكذا واقتنعوا قللوا النسبة للدبلوم. بس الحين ما عدل يعني نحن والبكالوريوس نفس الشيء، نفس التقييم، نفس المقابلة. يعني أكيد هم بيكونوا متفوقين عن نفس أشياء ثانية. أكيد نعم. أيوة، فما يكون يعني نتائجنا نفس نتائجهم هم، خاصة أنهم عندهم معلومات البكالوريوس يعني دراستهم أكثر ومعمقة أكثر. طيب. فهم يجتازوا البرومترك أكيد بنسبة أكثر منا. نعم، خاصة فترة يعني قرب فترة إنجازهم للدراسة مع أيوة مع الامتحان. طيب شهلاء بس سمحي لي أنت وعهد أني أنا بطلع لموجز الأخبار وبعدها برجع لكم، خليكم على الخط. طيب نجدد الترحيب بكم مستمعينا، ويا مرحبا وسهلا لكل من انضم لنا في الساعة الثانية من برنامجنا مع الشبيبة على 96.5 عفوا على 97.5 من مسقط والباطنة و 98.5 من محافظة ظفار، ولكل اللي يتابعونا عبر البث المباشر في اليوتيوب وعلى قناتنا طبعا تبث هذه الحلقة مباشرة، وحسابنا على تويتر في البريسكوب بث مباشر، ونسعد بتواصلكم على أرقام هواتفنا 2-4-9-0-0 وعلى رقمنا في الواتساب على 9-4-7-9-9-9-7-5. ولا زال معنا على الخط شهلاء المعشري وعهد بن سالم الفلقي، حياكم الله. أهلا يا مرحبا وسهلا فيكم. ونواصل طبعا حديثنا. عهد خريج من جامعة البريمي، وشهلاء خريجة من جامعة نزوة منذ 2015. سمحوا لي بس شوية أنا استعرض بعض الرسائل اللي وصلتنا على الواتساب تعليقا على حديثكم. طيب حتى تجهز الرسائل نرجع لكم شهلاء وعهد. الآن القادم شهلاء، يعني أنت بتدخل الاختبار مرة ثانية حتى تتنافسي مع 200 شخص على هذا الفرص؟ هو ما في اختبار، هم قالوا لنا مقابلة 30%. 30% هذه للمقابلة و70% لنتيجتكم في الاختبار للبرومترك. نعم نعم. طيب من خلال نتيجتك يعني في البرومترك ما تحسي انه لك فرصة كبيرة في مسألة انه انت تحصلي على فرصة من هالميتين؟ يعني انا الصراحة خاطر اني اجيب المقابلة 30% بالضبط. اكيد يعني ما اريد اقل من كذا عشان اني اكون مساوية للطلاب للحين متخرجين بالمقارنة مع احنا تخرجنا 2015. نعم نحن ما اقول لك يعني فقدنا كامل معلومات ومهاراتنا وكذا، بس دائما نحب ان نكون يعني رفرش دائما، فبالنهاية مستحيل نكون أنه نحن وياهم متساويين. نعم. في المعلومات. نعم. من بعض الرسائل اللي وصلتنا يقول عذرا نأخذ من وقتك، بس إذا وقتنا لكم نحن مخصصين هذا المساحة لكم، إذا ما صار تدخل من وزارة الصحة راح يتفاقم الموضوع وتكثر الأعداد اللي تتخرج من هذا التخصص. لماذا عندما نتكلم عن الإحلال لماذا لا يكون حقنا في التوظيف وتكون هناك درجات مالية جديدة؟ نعم طبعا أريد أشارك، أرجوكم تتصل إن شاء الله. إن شاء الله راح نتصل بإذن الله. نطالب توظيف كل من استوفى الشروط دون تفرقة. إذن هذه مجموعة من الرسائل الكثيرة اللي وردتنا. عهد أنت كشاب يعني يمكن الشباب شوي عددهم قليل في هذا التخصص أتوقع، صحيح؟ ربما. نعم مش ولكن الإناث أكثر. يعني يمكن الإناث أكثر في تخصص التمريض مقارنة بالشباب. طيب يعني إذا أكيد أن الشاب يعني مثل الفتاة كذلك يحتاج إلى الوظيفة، لكن السؤال لك إيش هي أحيانا المجالات الأخرى غير العمل في المستشفيات كتمريض اللي ممكن تكون متوفرة لخريج التمريض؟ هل في 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 مثلا اماكن في القطاع الخاص ممكن يشتغل فيهن الخريج او الخريجه؟ حاولت تبحث؟ موجود لكن كله يختص في الطب يعني او في الميديكال بشكل عام، يعني يكون بعيد يعني مش يكون خارج نطاق التخصص اللي هو فيه. يعني في موجوده بالفعل، لكن لازم يعني في وظائف
تكون لها صلة في التخصص نفسه. يعني بعيد يعني مستحيل انك تتوظف في مسألة في وظيفة من خارج تخصصك يعني. نعم وصعب انك هذا ما بيصير اصلا. وانت اجتزت عهد اختبار البيرومترك؟ والله للأسف شديد الى الان مستمر اني احاول فيه وكذا الى الان صراحة ما جبته. طيب أيوه. طيب هذا عيل سؤال الان شهلاء هذا يعني الحين عهد يعتبر خريج حديث مقارنة بك أنت ولكن نفس الشيء ما اجتاز للآن اختبار البروميترك. يعني أقصد أنه حتى الخريجين الجدد يمكن يكون وضعهم نفس وضعكم في مسألة الحصول على درجات أعلى. أنا الحين 6 مرات من امتحان البروميترك. نعم. يعني ما اكتست من الأول مرة أو من ثاني مرة، لا بالعكس جلست أحاول لحد ما اكتست البروميترك. يعني الاختبار ما بديك السهولة انك تقول والله انا توني خريج وبيتازة بعد. لا يعني لا لا يحتاج لا. انك تحاول اكثر من مرة، يحتاج الى محاولة، يحتاج الى ان يكون عنده معلومات كثيرة اساسا. البرومترك يعني من امتحان منظور الى احس انه لازم يكون الانسان يعني مزاول مهنة، لانه هو يعني ما اقول لك ان يعني صعب بذيك الدرجة، بس في اشياء الممرض لازم يدركها وهو يشتغل فيها. يعني ما بس يكون حافظ ان انا بسوي كذا اول ولا ثاني شيء كذا، لا لازم يكون هو اصلا عارف عمل انا وش سويت هذه الحالة لما جيتني مثلا. فحسنا البروميترك احسن لو سويت الوزارة مثلا ان نجيب هذا الشهادة بعد ما نحن نتوظف على الاقل من 6 اشهر تدريب اللي هي في الوزارة. ليش لازم الطالب لما يتخرج يمتحن برومترك؟ اي في دكاترة لما يريده من تخصص لتخصص يمتحن البروميترك من اول مرة. ليش؟ لانهم هذا ليش اساسا مارس المهنة وعارفين، لأنه أغلب أسئلة البروميترك كل الخيارات صح، بس وين الإجابة الصح أو الإجابة الأفضل لهذا السؤال؟ نعم. يعني هو البروميترك ما مقياس للطالب اللي متخرج الحين من الجامعة وما ما زاول المهنة أساسا. يمكن هو هذا السؤال تم طرحه سابقا على الأخوة في وزارة الصحة لما كانوا موجودين عندنا في الاستديو، والإجابة كانت أن هذا الاختبار أصلا اختبار عالمي والمعايير اللي يأخذها بالحسبان هي معايير كذلك عالمية ويستخدم في كثير من الدول. نعم صح، لأن حتى نحن ناقشناهم وخبرناهم وقلنا لهم أن أساسا هذا الامتحان لدرجة البكالوريوس وأعلى. يعني أنا دبلوم أحيانا نجينا مصطلحات أساسا في حياتي ما سمعتها من تخرج، يمكن بسمعها لما أتوظف بيكون عندي معلومات أكثر عنها لأني سمعتها وشفتها واشتغلت فيها. نعم. خبرناهم انتوا الوزارة يعني كنت تسوي امتحان في الوزارة وكان كل الناس تنجح فيها وتعدي وتوظفه بسرعة. ليش نخلي البروميترك الحين عائق للطلبة؟ يعني انا ما اريد اتكلم بلسانهم لكن اقول لك الحين والله هذه معايير الجودة بعد ما نقدر ابدا نخفض طيب منها لانها تتعلق بحياة ناس وصحة ناس، يعني هذا بعد ممكن يكون مبرر. الان وزارة الصحة اللي كانت الامتحان تسويه كان امتحان يعني بمستوى الطالب اللي الحين متخرج يعني ينجح فيها، عنده شهايد جايب فيها مجموع، يعني مستحيل هم يروحوا يقولوا لهم يلا روحوا انتوا توظفوا. لكن شهلات وما هذه يعني المشكله اللي نحن يمكن نتكلم عنها اكبر من كذا، لان حتى اللي انجزوا اختبار البروميترك واجتازوا هذا الاختبار هم ترى بعد نفس الشيء في قوائم الانتظار، يعني ما انه يعني القصد انه حتى لو ما كان في اختبار لا زالت قوائم الانتظار بتكون موجوده لان حتى اللي اجتازوا. نعم صح، هم المفروض انهم نزلوا اعلان ما يقولوا مختارين عدد معين، يعني عارفوا في ناس متخرجة من زمان يا أخي خلاص وظفوا الناس اللي جالسة في بيوتها. ليش يعني إحلال والعدد 200؟ نعم. لأن نحن أساسا أكثر من 200 يعني خريج وخريجة. طيب يا شهلاء صوتك واصل للجميع وأنا متأكد أن الأخوة في وزارة الصحة يتابعوا هذه الحلقة وكل ما دار فيها. كلمة أخيرة تحب توجيها لكل من يسمع لك الآن؟ أوجه نيابة عني وعن زميلات الخريجات من 2015 وما بعد إن الوزارة تنظر بعين موضوع الأقدمية أولا لمعلوماتهم ودراستهم، وفي ناس صراحة محتاجة أن تكون عون وسند لأهلها، ونتمنى منهم من بعد الله سبحانه وتعالى التوظيف. وشكرا. شكرا شكرا لك شهلة. عهد عندك كلمة. أهلا أستاذ عبد الله، بخصوص الكلمة بسيطة واسمح لي على الإطالة، أنا معاكم في مسألة الاختبار أنه يكون عالمي، ولكن ليش ما يكون مادة تدرس في التخصص نفسه مثل ما هو مقرون في المعاهد الصحية؟ ليش يعني الجامعات الخاصة ما يكون فيها لها مادة هذه تعتبر مادة ككورس دراسي تخلصه وتجتاز خلاص ومن بعدها خلاص تتوظف من بعد التخصص؟ ليش هذا العناء اللي يصير من بعد التخصص أو
بقول لك بشكل عام يعني كسر ظهر الأمانة لبعض من الخريجين. وأنا بكلمك عن نفسي يعني لربما الحين سنتين، لربما تسمع بالسنتين ولكن ما تعرف كيف الشخص عايشنها أو كيف متأقلم معها. فينا من الخريجين عمل 4 سنوات و3 سنوات وفي نهاية هذا العناء وقصوة المعيشة والضغط النفسي ينزل لك إعلام بيقول لك أنه يبي لك 200 خريج فقط مقارنة الخريجين فقط في سنتين. في سنتين هذه أكثر من 500 خريج، وين المساواة في هذه المسألة؟ وفي مسألة هناك مسألة أنا مسألة الاختبار البيومتريك اللي الأمانة صار يعني مثل ما خبرتك عانى ومشكلة الأمانة لبعض من الخريجين بشكل كبير، يعني أبدا لم يكن مقياس لهذا الاختبار ولم يكن له أصلا ذو مقياس أبدا، عرفت كيف؟ فالطالب يعني أنه يكون هذا الاختبار البيومتريك إكزام أنه يكون يدرس في الجامعة ويكون كورس بدل ما هو يكون عائق من بعد التخرج، ربما بعد التخرج يكون تأخير في التوظيف، وهذا التأخير ليس في صالح الطالب ولا في صالح المجتمع إنه يخدم جامعة المجتمع ويخدم عائلته في نفس الوقت. نعم هذه مسألة بالأمر بكلمك عن يعني عن معاناة لبعض من العوائل يعني من الخريجين في بعض البيوت. والله العلم يعني أعرف شخصيا أن الشخص هذا عنده مع 7 أخوان ومع عائلته وما يستلم غير 200 ريال عماني فقط مع 7 أفراد عائلة والوالدة بتكون الثامنة. نعم نحن خلنا نسمع منهم بعد عهد، لأن في كثير من مطالبات إنهم يتداخلوا بعد في البرنامج، ونحاول نترك لهم كذلك المجال إنهم هم يشاركوا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك سلام. يعطيك العافية. الله يسلمك مكانكم. أحسنت. الله. إذن كثير من المشاركات البرومتريك المفروض صلاحيته تتعدى سنتين، ترى ما مالية قارون عندنا، وقيمة الاختبار فعلا يعني 70 ريال على خريج يعتبر مبلغ كبير. إذا ما ضمننا التوظيف على الأقل نضمن الدرجة لسنتين قدام، ما نجلس نعيد كل مرة. المفروض كل سنة ينزل إعلان دام شهادة برومتريك مدتها سنة فعلا، لأنه بعد السنة بيحتاج الشخص أنه يدفع مرة ثانية ويختبر مرة ثانية. أنا من 2015 ونسيان كثير من المعلومات، خلاص ماتن الخلايا اللي تتخزن فيها والمذاكرة لاجتياز الاختبار، ما مجدية، لازم ممارسة مثل ما تقول شهلة. نحن اختبرنا برومتريك في فترة الإعلان اللي نزل آخر مرة وجبنا النسبة المطلوبة، ولكن الظاهر أنه رغم ابتيازكم لازلتوا في قائمة الانتظار، وش ذنبنا إذا اجتزنا الاختبار وخلصت مدته ولا إعلان نزل؟ نطالب بالتوظيف للكل. إذن هذه مشاركات من خريجي التمريض من أكثر من جامعة وكلية. ناخذ آخر اتصال في هذا الموضوع. مساء الخير. مساء النور والسرور. يا مرحبا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يحييك. أول شيء معك فاطمة الزجالي. فاطمة الزجالي يا مرحبا. خريجة بجامعة البريمي. البريمي خريجة دفعة كم؟ سنة كم؟ 2017-2018. طيب يا فاطمة تجيست الاختبار؟ اختبار البرومتريك؟ ولا نفس المعاناة؟ لا الحمد لله اجتزنا، لكن الحمد لله بتعب. لكن الحمد لله. أنت الآن أنجزتي هذا الاختبار، قريب تمر عليه سنة ولا قريب أنجزتي؟ لا قريب أنجزت في شهر 12 تقريبا. جميل. إذن أنت الآن في انتظار التنافس على 200 شاغر موجودات في وزارة الصحة. أكيد للتمريض طبعا. زي أمورك طيبة عيل ولا؟ لا أنا بصراحة بعلق على نقطة واحدة، وأنا أعارض، ما بس أنا، في بنات بعد يعارضوا. إيش؟ قبل شوي يعني هم ركزوا بس إن يكون التوظيف بالأقدمية. حل الأقدمية. نحن بصراحة نعارض هالشيء أبدا ما نقبله، مستحيل. يعني كيف هم يركزوا الأقدمية ل4 سنوات؟ ترى إحنا جلسنا سنة، ولو ركزوا على الأقدمية يكون الضوء مسلط فقط عليهم. يعني نحن وش يهملونا بعدنا ننتظر 4 سنوات نفس المعاناة؟ ترى المعاناة ظل نفس المعاناة حتى لو جلست في البيت 2 أو 3 شهور. لكن اللي يالس 2 ما مثل اللي يالس 4 سنوات، ولا وش تقول انت فاطمة؟ لكن نحن كذلك جلسنا سنة ونفس المعاناة يعني إذا هم وظفوا الأقدمية نحن طيب وش يعني يكون موقعنا ننتظر بعد 4 سنوات نفسها؟ ما يصير. نحن اللي نريده بصراحة
أن نتوظف جميعاً، جميع نستوفي الشروط واللي قدموا في هذا الإعلان، نبغى نتوظف جميعاً، ما يصير أقدمية لأربع سنوات واللي غيره، لا كلنا نفس الشيء. نعم. وإذا هو أكيد إذا كانت الشواغر تغطي كل الخريجين فهو أمر يعني وحل مرضي للجميع، لكن دامنا موجودة 200 يعني فرصة فقط، فعاد هنا يبدأ إيجاد طريقة لمسألة التنافس، والبعض يشوف أن الطريقة الأفضل هي التنافس، والبعض يشوف الأقدمية. ما تجي وحدة تتصل مثلا وتقول لا ركزوا بس توظيف على الأقدمية، لا من حقها هي من يعني من حقها مثل ما أنت الآن من حقك يعني من حقنا بعد أيوة مثل ما أنت الآن من حقك أنك تشوفي أن مسألة التنافس هي يعني أكثر عدالة في اختيار يعني المترشحين لهذا الـ200 وظيفة، هم يشوفوا بعد الأقدمية يوظفونا جميعا، يعني ما يقول أقدمية لأربع سنوات وانتوا انتظروا، يعني نعم. احنا بعدنا ننتظر سنتين ما يصير هالكلام. نعم. أيوة نحن بصراحة أنا عارض وعارض مرة بعد، وإذا يعني بوظفونا يوظفونا جميعا بكتاهم الله ألف خير يعني. نحن أكيد نتمنى من وزارة الصحة أنها هي تسرع في مسألة توظيف جميع الخريجين لخصوصية هذا التخصص، هذا التخصص يعني مكان المستشفيات، والحاجة موجودة. نعم أيوة كلنا جلسنا وانتظرنا، مثل ما قال أخ عهد المعاناة نفس المعاناة، سواء أنت جالس أربع سنوات سنة سنتين نفس المعاناة بالضبط. طيب يا فاطمة يعطيك العافية، يعطيك العافية، أتمنى المساعدة منهم والتوظيف في القريب العاجل إن شاء الله. بس الأقدمية على الأسر وعليها الأقدمية، لا كنا نفس الشيء، كنا سواسية، كنا جلسنا، إحنا نعارض الطريقة. طيب واصل صوتك يا فاطمة. شكرا جزيلا أخوي. شكرا يعطيك العافية. فاطمة مرة تقول ما تأخذوا من الأقدمية لأنها خريجة جديدة. والله هو ترى فعلا يعني مسألة الانتظار فترة طويلة بعد صعبة للخريج، خاصة في تخصص فيه جوانب فنية كثيرة وتحتاج إلى ممارسة حتى الواحد يقدر أنه هو يعني يتمكن منها. فترة الانتظار الطويلة تكون أحيانا صعبة لأن تتراكم فيها كثير من الجوانب. وفي الجانب الآخر بعد الخريج الجديد يشوف أنه من حقه أنه هو يتنافس دام أنه مستواه في الاختبار أفضل أو في المقابلة أفضل. أنا شكله حد يطرين اليوم ولا كيف، أشوف هذا الكحة ما وقفت عني. طيب إذا أتمنى من الأخوة في وزارة الصحة أنهم يكونوا تابعوا هذه المداخلات من خريجين الجامعات والكليات الخاصة في تخصص التمريض وفيما يتعلق بالـ200 فرصة وظيفية اللي تم الإعلان عنها وكيفية التنافس عليها. حاولنا ناخذ أكبر عدد من المشاركات، كانوا موجودين عندنا طبعا عهد بن سالم الفلقي وشهلاء المعشري، وكذلك في المحطة الأولى خذينا زينة السعدي وأحضاض البادي وقبل شوي فاطمة الزجالي.